انا يعني بزورك مرات، بس يمكن اول مره بزورك هالقد بكير بال ما بشوف حدا الصبح. التأثير تبعه واضح جدا مزبوط. قديش عمان موجوده في استارات؟ عمان صار إلها هويه. ايش الكلمه؟ دندنه. دندنه كان، واخيرا هيك حسيت انه طلعت اشي بالعربي واشي بيشبهني بنفس الوقت. في شغله مشتركة بحسها دائما لما أحكي مع معظم الموسيقيين، وهي لحظة لما أيوة تقدر ترد إذا بدك عادي. هيك قضينا يومنا، بس يومي مع رجع عتقي بلش بفنجان قهوة. بمجرد ما تلتقي برجع فأعرف إنك على موعد مع الحيوية والموسيقى، مع مؤثر حقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي، عم بيخطو خطوات واثقة في الوسط الموسيقي المستقل. ورجع طلع زيي، ما عنده مانع يكون أول فنجان قهوة مشرب الصبح من إيدين آلة صنع قهوة إلكترونية بدون لا غاز ولا غلي ولا غيره. بس على أغلب نهاره ببلش بصوت كلمته شيبا. أنا يعني بزورك مرات، بس يمكن أول مرة بزورك هالقد بكير بال ما بشوف حدا الصبح. إذا الواحد بيفتح السوشيال ميديا أكاونت تبعك كاتب جملة اللي هي building my dreams day by day، أو عم بحقق أحلامي يوم بيوم، خلينا نحكي وين وصلت برحلة تحقيق الأحلام، وقديش من هاي الأحلام مرتبط بعالم الموسيقى؟ واحدة من الأحلام تبعتي هي الموسيقى، وهي التعبير عن النفس من خلال الموسيقى. فأنا بالماضي كنت كتير أحب أكتر أكون مواكب مع مشاعر أشخاص، بس هلأ بحس أكتر أحب أكون معاهم أو يسمعوني أكتر لما بتكون شغلة فيها فرحة أو فيها جمعة أو فيها طلعة أكتر. بدي أرجع 9-10 سنين لورا، أول إصدار لإلك باللغة الإنجليزية، وين كان رجا فكرياً؟ وبرضه من ناحية المكان، وين كنت لما ولد هذا المشروع؟ 2013 كنت راجع على البلد جديد، كنت عايش بكندا فترة كثير طويلة، 10 سنين من حياتي من 15 لـ 25، وكان تأثير كثير كثير كبير علي اللي هي اللغة والحضارة والأسلوب الموسيقي الغربي. قديش عمان موجودة بإصداراتك؟ عمان صار إلها هوية وصار إلها ناسها، وأنا بتصور لازم هلأ يصير وقت إنه نستخدم هاي الهوية ونحكيها ونورجيها للناس التانية. إيش بيعطيك موضوع إنك تطلع بمناطق بعمان وتستكشف البلد؟ مهم الواحد يوصل للطبيعة ويصفي فيه عنده نوع من التفريغ أو التنفيس النفسي، اللي بس إنه الواحد يطلع خطوة من المدينة تعطيه. بس أكيد رجع ما طلع بدون ما يتأكد من إنه كلبته تشيبا مرتاحة ومبسوطة. طلعنا أنا ورجا مشوار، أو طشينا زي ما بيحكي. ورجا زيه زي سيارته، معاصر ومواكب للظروف، بس كمان متمسك بأصله وهويته، حتى إنه مسمي سيارته عقاب. أول أغنية لعبت لإلك على الراديو كانت Trivial Words بتخيل. احكي لي أكثر عن هاي اللحظة، وليش بتحس هاي اللحظة جدا مهمة بحياة الموسيقيين؟ أول مرة بسمع أغنيتهم على الراديو. هلأ الراديو دائما كان يعني إشي كتير مهم للموسيقية، عشان كانت الطريقة الوحيدة للناس إنها توصل الموسيقى تبعتها لعدد كبير. فبالنسبة لإلي كانت لحظة كتير مهمة، صار في قدرة لأغنيتي تنسمع، وهاي شغلة كانت كتير 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 حلوة بالنسبة لي. رحنا أنا ورجع على واحد من المنتزهات في عمان، محاطين بشجر السرو والطبيعة الحلوة اللي واحدة من أولويات رجا الحفاظ عليها. رجا، بعد فترة من خلينا نحكي الانقطاع عن الإصدارات الفنية، رجعت للإصدارات، لكن هاي المرة الإصدارات كانت باللغة العربية، ونزلت أغنية بشرفي ونزلت دينا. الإصدارات هدول كانوا بالعربي، كانوا يعني من القلب، وأنا كتير كنت مبسوط عليهم. كان وأخيرا هيك حسيت إنه طلعت إشي بالعربي وإشي بيشبهني بنفس الوقت. ما في أمان، شو بتفرق عن الأغاني اللي قبل اللي طلعت؟ ما في أمان، صفيت عم بشتغل مع فريق أكبر ومتنوع من ناحية الجنسية، وعطانا اتجاه جديد لنروح فيه من ناحية الموسيقى ومن ناحية الإنتاج. قدامنا في مطربان، المطربان هاد فيه 5 حبات قهوة، بدي إياك تكتب عليه إشي بيشكل هويتك الفنية.
احكي لي ايش اول وحده؟ اخضر. ليش اللون الاخضر رجا؟ بحس ان اللون الاخضر هو من الالوان اللي عنا اياها بالاردن، لا لازم زياده منها. تزعل لما تشوف ناس ما عندها المشاعر اللي انت عندك اياها بخصوص الطبيعه؟ لما بتشوف مناطق كثير حلوه عنا اياها بالاردن بتجنن، والناس رايحه عشان تشوفها وعشان تتهنى فيها وبس بتزت نفايات. انا بالنسبه لي بلاقي هاي من أسوأ العادات اللي موجوده عنا. كلمة اللي أنا بدي أكتبها كمان بحسها موجودة عندك اللي هي المسرح. هو شوف يعني التأثير تبعه واضح جدا مظبوط، بس هي بالآخر عشان أنا بديت بهذا الموضوع الفنون اللي على المسرح. إيش الكلمة؟ دندنة. دندنة. شوف دندنة عشان بحس إنه الاتجاه اللي حابب أخده أكثر هو إنه يكون الموسيقى فيها موسيقى أكثر من ما هي فيها كلام. خلص نهاري مع رجا، بس كالعادة أي نهار لإلي مع هالصديق ما بيخلص إلا وأنا عم بتطلع على الحياة بإيجابية وثقة إنه مش مهم الناس شو بتحكي لك، المهم إنه تعمل اللي أنت بتحبه واللي بريحك بدون ما تنسى تزيد رشة ضحك وموسيقى، تستكشف المكان اللي أنت عايش فيه وتحب حالك أهم إشي لحتى تأثر بالناس والناس تسمع لك وتحبك.